بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده معانا الفستان اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. الفستان ده ستان وعليه طبقه جوبير وطبقه اكستنشن خارجيه بتتشال وتتركب. هنعلمكم النهارده ازاي طريقه القص بتاعته، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه واللي جنب الفيديو. يلا بينا. اول حاجه زي ما انتوا شايفينها كده، نجيب القماش على بعض زي ما انتوا شفتوا، وبعدين بنعمل الطبقة السك الأول، ده مقاس الرقبة بتاعنا اهو، وده 3 سنت السقوط بتاع الكتف، بتعمله في أي حاجة. بعدين بنعمله 20 سنت بتاع الجري زي ما انتوا شايفين كده اهو. ده الجبر لوحده احنا بنقصه، بعد كده نقص على الطبقة الستان اللي هتبقى تحته. وهنوريكم الفيديو بتاعه في الاخر برضه اما يكمل. وبعد كده بنسيبه من تحت الطول الاساسي بتاعنا زي ما انتوا عارفين كده. قسمنا القماشه بتاعتنا اهي، ده عشان الحجم اللي احنا هنعمله بتاع واحده مليانه شويه. فهي العرض بتاعها جايب اخر القماشه يعني. اهم القصة بتاعة الطبقة اللي فوق بس اللي هي بتاع الصدر، والطبقة الظهر احنا مش بنقصها، بيبقى فيها سوستة من ورا عادي. وده السنت بتاع الكم اللي احنا بنشيله، ده من الصدر بس. ده البرنسس بتاعه بيبقى من نص الجيرو، وبعدين بننزل على نص الجسم، مش النص قوي يعني، انا قبل النص بشوية يعني. لو الجسم مثلا عرضه زي ما انتوا شايفينه كده 30، احنا بنعمله على 14 من اول الصدر من قدام على 14، احنا بنقلل عن عشان الخياطة بتاعتنا وكده. بعدين بنقصها كده، بتبقى نازلة على استقامة واحدة تحت بقى كلها. معلمين الـ14 من عند ايد الثابتة دي كده، وبعدين نعلم نعلم نعلم، وبعد كده نبدأ نقصها بقى بالطول زي ما انتوا شايفين كده. كده يبقى احنا قصيناها اهو. ده انا ما عملتش فيها السنت اللي هو بتاع البطن ليه، واللي هو بتاع السوستة من ورا ليه، عشان الست ده زي ما احنا قلنا دي ست مليانة وبطن عالية وكده، فاحنا بنسيب ما ينفعش ناخد لها الحردة بتاع اللي تحت الصدر دي، عشان كده كده البطن عالية بتعمل كل ده. بنساوي القماشة كده، ودي اللي بتبقى الكمام. بنقص الكم بتاعنا اللي احنا عايزينه العادي، يبقى 60 أو 65 أو 58 حسب ما هيكون. بعد كده بنقص ده كده اهو، ده الجرو بتاعنا. الناس المبتدئة تقص الجرو كده وتسيبه واسع من فوق، وبعد كده واحنا بنقفل تبدأ من النص، والزيادة تقصها من هنا والزيادة تقصها من هنا، وده يبقى على كم من قدام كده من عند المقسم كده، بيبقى مثلا 11 سنت أو 10 سنت عشان الست دي مليانة. وبعد كده الستان ده تحته، زي ما انتوا شايفين كده حاجة روعة. دي كده احنا قصينا الطبقة اللي هي الجوبير. الجوبير ده غالي، المتر فيه بـ300 جنيه، يعني حاجة غالية وحاجة يعني ايه مكلفة.
اول حاجة بنعملها كده اهو، مسة بقى بنقصه نفس القصة اللي احنا قصيناها في الجوبير، هنقصها على قد الستان بالظبط، ما بيكونش في اي اختلاف. كوبي بالظبط. انا معك كل حاجة واحدة واحدة، مش مستعجلين يعني. كده احنا ناقصنا ايه؟ دي الكمال، نلفها كده، فاضل الصدر والظهر. بنساوي القماشة دي كده، بعدين بنجيب الستانة بنقص الجبر اللي احنا قصيناه، نقص على قد الستانة بالظبط، الوش يمد جوه وده بره اهو، ده الظهر بتاع القماشة. أهم حاجة واحدة قبل ما نقص، نظبط القماشة الأول. عشان ما يكونش فيها مثلا ايه حاجة تحت القماشة، حاجة بتاع قماشة متنية تحت، لو احنا قصناها وقماشة متنية تحت هتبقى مشكلة كبيرة، واحنا بنقفل ممكن لو جت في الصدر ولا جت في قصة البرنسس ولا حاجة بتبوظ. زي ما انت شايفين كده بنظبطها، عشان لما اجي نقص يبقى القماشة اللي تحت قد اللي فوق بالظبط. بنبدأ نقص بقى كده زي ما انت شايفين، ما يكونش في سنت زيادة ولا سنت ناقص ولا اي حاجة، قدها بالظبط. بس الناس اللي بتشاهدنا ما تنساش تعمل الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس لنستمر في نشر المزيد، كل حاجة احنا بننزلها يشوفها في الأول وكده يعني. الحتة بتاع الصدر براحتنا خالص واحنا بنقص، عشان الحاجة بتاعتنا تبقى مظبوطة.
كده ده ايه كده الصدر خلص، يبقى بقى الظهر بس. هنجيبه برضو نعمله زي ما عملنا الصدر كده بالظبط، تبقى كوبي من يمة السوستة تبقى مفتوحة، لازم تظبط زي ما انت شايفين كده. لو في سنت زيادة ولا سنت ناقص لازم نظبطه الأول، عشان احنا من خلال السنت ده هيفرق معانا كتير، وما نجي نمسكهم في بعضهم الجبر في الستان مش هيركبوا مع بعض، يتقص وهي مفروضة قدامنا دلوقتي أحسن من قصها واحنا على المكنة. لو جينا نقصها واحنا على المكنة مش هنعرف، انما وهي مفروضة قدامنا دلوقتي شايفين الزيادة فين والنقص فين، نعدله قبل ما نخش على المكنة. ده الظهر كده اهو، نقص بقى البرنسس بتاعه، كده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. والباقي ده اللي هو الستان اللي بعد اللي هيتعمل منه الاكستنشن، هنقص منه 10 سنتي للحزام، لو العرض 10 سنتي في طول القماش عادي، والباقي هيبقى الاكستنشن بتاعنا هيتعمل له كسر زي ما انتوا عارفين. هنعرفكم واحنا بنقفله. الفيديو اللي قبل ده، الفيديو اللي قبل ده بنعرفكم ازاي احنا كنا بنقفله، احنا قفلناه ونزلنا الفيديو الاول قبل ما ننزل الفيديو ده، بس انت اكيد هتعرف يعني. هو الفيديو اللي قبل ده كان التقفيل بتاعه ده القص اهو، والفيديو التاني بتاع التقفيل، بس احنا المفروض ننزله بعد ده، بس احنا غلطنا بقى ونزلناه هو الاول. ده 10 سنت اهو بتوع الحزام، وانت شو الفيديو اللي قبل ده هتبص عليه هتعرف ازاي احنا بنعمل اكستنشن وكده. وده بقى القماشة الباقية، ده تتعمل كسر زي ما انتوا عارفين كده اهو. وكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى، بس قبل ما نقفل الفيديو متنسوش الاشتراك في القناة ولو عجب الفيديو، نستمر في نشر المزيد ان شاء الله.